Cause I'm happy and alone. If you know what happy is there for truth. Because I'm happy and alone. If you feel like happy is there for truth. Yeah, because I'm happy. Like you just say, oh yeah, oh yeah. Hi, my name is Omar Jerry, and I am 9 years old, and I have a happy day. I believe in to like be happy in this place. I'm very excited to be in this competition. They make me mean all for me, and I wish I can be happy in this place and be very, very exciting. أنا الأب ديال عمار جهري. هاد الوليد اللي كان في لاج ديالو عامين أصيب واحد المرض اللي هو الجيلان باغي شلل، جا واحد شلل كلي، دابا راه الان تيترابليجيك شلل رباعي. ومع الوقت يعني كان كي من هو كيكبر وكانت الموهبه ديال الغناء كتبان عنده، دونك ولا عزيز عليه، هو المتنفس ديالو فين كيخرج الموهبه ديالو، لانه عنده شلل رباعي دونك ما كاينش الحركه، مي الحمد لله كان العقل وعنده الصوت، دونك حاول يخرج ديك القدرات ديالو كامله في الغناء. وراه شارك في المدرسه ديالو، لانه دابا كيتمدرس في واحد المدرسه خاصه، وعطوه يعني واحد لا فالور، واحد القيمه في هذا الغناء، وحاولوا يتعاملوا معاه باش يخرج ديك المواهب ديالو. والحمد لله هو بالنسبه للغه الانجليزيه هو يشارك بالاغاني الانجليزيه، لان من الصغر ديالو تعلم الانجليزيه اكثر من العربيه، كانت بمثابه هي اللغه الام ديالو، لان الوقيته اللي كان مريض داز واحد تقريبا شهرين في الانعاش. الوقيته اللي كان هو في الانعاش كنا كنخدموا ليه اون تابلت فيها لي كارتون بلونجلي، دونك في هذيك شهرين الى اكي ديك لونجلي بلات هي اللغه ديالو الام، وهي دابا اللغه، ومن كيهضر العربيه بالاكثر هي الانجليزيه.